وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. You just have to read the beginning of تحفة الأطفال together. Okay? Okay. Up to the مقدمة, you all know it, right? Yeah. Just the مقدمة, just read the مقدمة, the first part. Before you reach what? أحكام النون الساكنة والتنوين. Okay? Okay, you have to all together, okay? Hey, stop. Bismillah. Yep. يقول الهادي احمد القبول يوم سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد واله ومن تعالى وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفه الاطفال عن شيخنا المهي بالكمال ارجو به ان ينفع الطلاب والاجر والقبول والثواب احكام Is that hard? No. It's easy, but it's. Who knows? أحكام النون الساكنة والتنوين. Let's just read it. If you feel you can read it, just stop. One. Let's do that. One, two, three. Go. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون هي السكون والتنوين. أربع أحرف والتنوين. فالأول الإظهار قبل أحرف. الحق ست نطق بس أحرف. أمزوفها ثم عين الهاء. في غنة بغير غنة في الإقلاب عند الباهي